يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان لي حاجتان مختلفتان وأريد أن أستخير فيهما، فهل أصلي لكل واحدة منهما صلاة مستقلة صلاة استخارة، أم أجمعهما في صلاة واحدة؟ إذا كنت تريد جمعهما قبل تعمل الحاجتين جميعا استخير لهما استخارة واحدة، أما إذا كنت تريد تعمل كل واحدة على حدة فإنك تستخير لكل واحدة على حدة. نعم.